خويا طريق بوشاخور مع سيدي زاكورا. واه حنا غادي للبركان ان شاء الله. ايه خويا بركان بركان. الله يكفيكم بارك الله وليكم. الله طيب الله طيب راه ديالنا رجال طيب عزيز. عاونوا 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 كيف يوصل الهضري عزيز. يا زاكورا يا يا هذاك الكلب اللي عندك زين هذاك الكلب اللي عندك بيرجي هاي لا مليح تبيعوا لي شحال عطيك 60000 يا 60000 دابا غادي نتجهوا للمنزل شو للدار ان شاء الله. السلام عليكم الخوت تبارك الله عليكم معكم عبد اللطيف القنوري كما القاعده في فيديو جديد. اليوم راني كندور في واحد الجنان يا ربي تنسات لي السميه بوشاقور. بوشاقور راكم عارفين منطقه فلاحيه بوشاقور كنت بعد على مدينة بركان بشي 10 كيلومتر تقريبا 10 كيلومتر وجيت عند واحد الصديق هنايا صدفة جيت عند واحد الصديق صدفة هنا نريحو شوية وكذا وتفاجأت بهذا الجنان ديال التشين اللي سمح فيه مولاه راكم عارفين معاناة الفلاح وداك الشيء هانتوما تشوفوا المخاسير وبزاف ديال الصوالح وسمح فيه مولاه راكم عارفين سمح فيه مولاه وكاين هاهما كاع طايح التشين طايح هنايا اللي ما قدرش يقلعو بطبيعه الحال راه ما خاسر بزاف كاين اللي قلعو وداه للسوق وما تباع له شورماه وكاين اللي سمح فيه في الجنان هنايا كما هذا الصديق سمح فيه هنايا في الجنان انتما خير تبارك الله تعاملنا الكريم سمح فيه الشتاء ما كانش طلبوا الله طلبوا الله هاد السيمانه تطيح شويه الشتاء على ما قالوا هما قالوا الاثنين ان شاء الله غادي تطيح الشتاء تبارك الله شوفوا التشين ما شاء الله خير تبارك الله حتى مدينه بركان هذا تبارك الله قداش سمحوا فيه هنايا وكاين بعض الناس اللي قلعوا الشجر ديال التشين قلعوه كامل ولا يديروا بلاصتو شي حاجه سبحان الله يديروا بطاطا ولا يديروا شي حاجه حيت التشين راه يخسروا فيه الناس بزاف ما ريش نقدروا نحوسوا الجنان كامل لحقاش كبير انا خديت غير واحد المورسو هكذا ما عرفتش شحال فيه مقطار خوتي ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ان شاء الله باش يوصلكم الجديد ودعموني ان شاء الله باش نوصل بغيت 10000
100,000 مشترك ان شاء الله، باش يوصلكم الجديد وتدعموني. واللي عاد دخل جديد ما فيها باس، توطعوا على الجرس والزر الاحمر الموجود اسفل الشاشه وزر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. والسلام عليكم خوتي.